استاذ تيسير هنا لو خدت من الكلام ده اللي هو اللي انا قلته حتى في المقدمه، في اجابه هتقول كيف يمكن ان يقبل اي عربي يعتز بادميته وبعروبته ايضا انه في انه تكون في اعتداءات على سوريا بهذا الشكل ويتحمس لها ويصفق لها كما تفعلون. هو قال انه ده انتهاك لحرمه الاراضي السوريه، وقال كمان ان اذا قبلت بذلك يبقى لماذا تغضب او تحزن اذا اعتدت اسرائيل على سوريا او ابادتها حتى. اتفضل. هلا نحن في نظام دولي وسوريا من ضمن المجموعه الدوليه والمفروض تلتزم بالقوانين الدوليه. والقوانين الدوليه بتقول انه في مجلس امن وفي جمعيه عامه للامم المتحده وفي مجتمع دولي. سوريا يجب اذا كنا بدنا نعتبرها نظام امن او نظام يحترم شعبه المفروض تلتزم بالقرارات الدوليه وتنفذها. هناك قرارات كثيره لم تنفذها ايضا، والسبب انه كانت تعتبر نفسها فوق المحاسبه لانه في إلها ظهير روسي ما بيقول لها اعملي ما تشائين، ما في لك حساب ابدا. وهذا السبب، انا من بلد اسمها دوما اللي اليوم كل المحور الكلام عنها، الضربه ليست افتراضيه وليست تمثيليه، الضربه حقيقيه ورقمها 215، مش اول ضربه تضرب بالسلاح الكيميائي على السوريين، رقمها 215. اللي هي ايه رقم ايه 215؟ الضربه الكيماويه على الشعب السوري بالغوطه هاي الاخيره اللي على دوما رقمها 215، يعني مش اول مره النظام يضرب. يعني هي كان في 214 ضربه قبل كده يعني. نعم، الضربات الاولى اللي المجتمع الدولي جيش وامريكا حاولت انها تضرب النظام بهذاك الوقت، تدخلت روسيا وما كانت لسها داخل سوريا، كانت لسها برا. تدخلت سوريا من أجل حماية النظام والقبض على وسيلة الإجرام وترك المجرم. ترك المجرم يقتل بكل أنواع السلاح. طيب أنا هكون معاك، بس ده كمان تفاصيل محتاجة هناقشها مع الدكتور جمال زهران على الهاتف، لكن هل الحل هو أنكم تعتمدون وتهللون للقنابل والصواريخ الأمريكية؟ يعني هل اصبحت الصواريخ الامريكيه طوق انقاذ؟ في انا لسه ما كملت حديثي، انت قاطعتني. انه هناك شرعه دوليه والنظام السوري لا يعترف او لا ينفذ شيء، وحتى بدخوله بجنيف اليوم صار 8 اجتماعات بجنيف لم يتقدم خطوه واحده، بدليل هو غير معني بالعملية السياسية من أصله، لا يريد العمل، يريد إنهاء الموضوع على الأرض بالضرب القاضية. هذا ما مشى عليه النظام من أول بداية الثورة لليوم، لا يريد أن يعترف أن هناك ثورة عليه أصلا، ولا يريد أن يعترف أن هناك أزمة، والأزمة وصلت لأنه ثلثي الشعب السوري يخرج برا. أنا كده هعود لتوصيف الأزمة من بدايتها يا أستاذ، أنا بس بسأل. خليني عن هل يمكن أن يكون من بين أدواتك كسياسي أن تنتظر القنابل والصواريخ الأمريكية والبريطانية لكي تكون حلا ومنقذا؟ هفترض اللي أنت بتقوله ده كله صحيح. أنا لسه ما كملت. هل يمكن أن تكون الصواريخ الأمريكية طوق إنقاذ؟ أنا ما كملت كلامي، أنت عم تقاطعني. لا أنا عشان بس أنا لو قعدت ترجعني لمكان توصيفا للأزمة زي ما أنا بدأت معاه بالضربة، يعني كل ده هنتكلم تمام. فيه يعني. تمام. بس أنا بتكلم عن الضربات الآن يعني. لا أعيد محاكمة النظام أو محاكمة الثورة، يعني مسلحة أم بيضاء، يعني خلينا هنا الضربات الآن نتحدث عنها وفي سياقها نتكلم في كل اللي بتقوله ده. نعم، النظام السوري استدعى روسيا وإيران، إيران موجودة قبل الثورة موجودة في سوريا وفي إلها أكثر من 300 ألف مقاتل في سوريا يقتلون الشعب السوري، وروسيا تضرب الشعب السوري من سنتين وتسع شهور بكل أنواع الأسلحة. هذا معليش، وعلى قولة المثل يا فرعون مين فرعونك؟ قال له ما في مين يردني، ما في مين يوقف النظام وروسيا عند حد. فلذلك الدول التي تداعت للضربة الأخيرة اللي عم نحكي فيها هم ثلاثة من حملة الفيتو، مش كل الدول، مع أنه في تحالف دولي من 20 دولة فيهم أربع دول عربية، لكنهم ما اشتركوا، اللي اشتركوا فقط ثلاثة دول. وانا اعترض على نقول عدوان ثلاثي لانه عبد الناصر مش مثل بشار الاسد، عبد الناصر
رجل قومي، رجل زعيم بكل ما تعني، يحب الشعب ويضعه على رأسه. بينما في اختلاف الحدثين، بينما بشار يقتل الشعب. يختلف يا أخي كتير، في اختلاف كتير كبير يعني لا يماثل هذا هذا. لذلك من يعاقب النظام ويوقف عند حده أنا معه، أنا مع إيقاف الإيقاف، أنا إيقاف الضرب والقتل. يعني ولست مع، أنا ليس لست سعيدا بالضرب. كل الوطنيين في على مدى التاريخ يا أستيسير كانوا يرفضون دائما مهما تعرضوا ولو حتى للإبادة، أن فكرة الاستعانة بالأجنبي وباعتداء الأجنبي. خليني معك. يعني أنا هو لا يمكن. أنت عم تقول استعانة، إنه في وطني مخلص. أنت عم تقول لا يمكن أن يكون هناك وطني مخلص يتحدث عن مبررات لاعتداءات أمريكية، وإلا زي ما هو بيقول يعني لماذا تغضب إذا قصفت إسرائيل أو الشعب السوري اقتحمت سوريا؟ لم يستدعي لا الغرب ولا الشرق، الشعب السوري ما استدعى أحد، إنما هم إجوا من وحي شعوبهم، خوفهم من الناخبين فيما بعد، وأيضا تحملوا مسؤولياتهم في المجتمع الدولي بمجلس الأمن. مجلس الأمن تعطل، ما قدروا ياخذوا فيه ولا قرار واحد من شهور من سنين. ليه؟ كله بالمسألة السورية ما في قرارات. والسبب إذن لابد يوقف القتل. أنا مع إيقاف القتل ولست مع أمريكا، أنا ماني مصطف معهم على قولة الأستاذ محسن، أنا ما مصطف معهم. لكن أنا لست، ولكن أنتم لا أنا مع إيقافهم، لا تعترضون على عقاب المجرم ولم تنددوا بها. أنا مع عقاب المجرم كائنا من كان، وأيضا يجب أن تكون ضد الاستعانة بمجرمين أيضا. أنا ما استعنت لكي يخلصونك. أنت عم تفترض أني أنا استعنت، أنا ما استعنت. هم إجوا ضربوا، ما استشاروني، هم جايين من وحي ذاتهم، من وحي مسؤوليتهم، من منظورهم للأمن القومي لإسرائيل مش إلنا. طيب. هن ما حدا بيطلع بالشعب السوري. أسأل الدكتور جمال زهران في ده وأنا هرجع لملهم تاني. لكن دكتور جمال، لأن بس عشان يبقى هنا يعني معي، هو معارض لنظام بشار الأسد وهو ضد الضربات، وأيضا معارضان لنظام بشار الأسد ويؤيدان الضربات. ما سمعت رأيي. طيب. يعني وإحنا بنتناقش قبل، لسه هسمع رأي. أنت مؤيد للرئيس السوري بشار الأسد وبالتأكيد يعني ضد الضربات. هل ما أسمعه عن مبررات لهذه الضربات مقبولة ولا لا يجب أن تكون مقبولة؟ حضرتك يا أستاذ وائل، احنا مش في مناظرة حوالين ال أنا هكتفي بردك على ما يتعلق بفكرة الوطنية. يعني أي شخص بيستقوي بقوة أجنبية من أجل التخلص من نظامه مهما كانت شدته، أنا بعتبره ده خائن للبلد. يعني ده وصفي أنا خيانة للبلد، لأن أنا كنت ضد مبارك ورفضنا نستقوي بأمريكا وغيرها. من يستقوي بأمريكا والغرب هو رجل استعماري يسعى باستمرار إلى تبني الأجندة للإنسان. هو بس معترض على كلمة خائن دي. لا يعني هو حر بقى، أنا ماليش دعوة بيه، أنا ما بردش عليه، أنا بتكلم عن هو لا أنا منطلق منها. اسمعني طيب. الجلبي نماذج، الجلبي وكرزاي في أفغانستان دول دمروا بلادهم، دول كانوا سبب في دمار بلادهم وجم على دبابة أمريكية. أنا لا أقبل من حيث البداية فكرة أن آتي على دبابة أمريكية. لعنة الله على أمريكا واللي وراء أمريكا واللي بيدعم أمريكا واللي بيمول أمريكا حتى لو كانت دولا عربية. هذا واحد. اثنين، أنا بساند الدولة السورية يعني شعبا وجيشا وطنيا، لأن ده الجيش الأول لمصر والجيش الثاني والثالث في مصر، والشمال سقوطه وتدميره أخطر مما يعني نتوقعه، لأنه ده كان ماشي حوالين إسرائيل حاضرا ومستقبلا وكان في الماضي أيضا. وبالتالي فكرة أن أنا بساند الدولة السورية ووحدتها، بساند الجيش الوطني الأول العروبي السوري، تساند القيادة السورية اللي هي بتحفظ أمن البلاد أيا كان. كون إن في ثورة، ما فيش ثورة، ده كلام عبثي يعني، لأنه ما فيش ثورة. الثورة تسقط نظام وتغير. هذا أمر. أما فيما يتعلق بالضربات يا أستاذ وائل، ها نحن نعيش عصر البلطجة. يعني إيه تسقط رئيس دولة يعني؟
يعني احنا عمرنا ما طالبنا في مصر باسقاط مبارك عن طريق امريكا ولا طريق روسيا ولا طريق اي دوله اخرى. احنا طالبنا في مشكله شعب يتحمل ولا هربنا زي اللي هربوا من سوريا دول وبيناضلوا بره البلد، ولا سيبنا مصر وكان المعتقلات مفتوحه وكان القبض مفتوح والتنكيل بينا وتهديدنا واحنا كنا نواب معارضين. فالكلام ده بكلمه عن تجربه. بس هو هنا بيقول لك يعني يعني اين كنتم حينما يتم ضرب الناس بالكيماوي؟ لا ما حصلش، هذا كذب وادعاء واجنده غربيه، وثبت من خلال كل التقارير حتى الواقعه الاخيره بتاعه دوما. لانه طيب. من البلد نفسها يعني بس يسكت انا سكت خالص يا استاذ وائل، ما يغلولش على رسالتي والا هنسحب. هو بيقول لك بس انا من دوما نفسها هو كان بيطالبك ان انت ما تتكلمش يا استاذ وائل، فمن الاجدى لو هو راجل ابرالي يسكت خالص يسمع وجهه النظر كامله. ممكن ولا مش ممكن؟ طيب اتفضل يا دكتور جمال عشان بس اسمعه بسرعه قبل ما اطلع فاصل. ده بس انا بقى عايز بس اقول لك دي بلطجه من امريكا ان تتدخل في الدوله ومعاها عدوان ثلاثي كما وصفته، فانا اؤكد على توصيفك انه عدوان ثلاثي مدعوم من اسرائيل وبالتنسيق مع الكيان الصهيوني ومدعوم من دول الخليج السعوديه وقطر وغيرهما، لان هم وافقوا، هم دول وافقوا على الضربه. كيف يوافق نظام عربي على التنكيل في نظام عربي اخر؟ كيف تطلب بعض الدول اسقاط رئيس دوله عربيه اخرى؟ كيف يخلو مقعد سوريا من الدولة السورية؟ هذه بلطجة أيضا من النظام العربي على النظام السوري، ولذلك هم اللي شجعوا ودفعوا التمويل لأمريكا لتمارس هذه اللعبة وهذه. طيب خلينا نسمع تعليق الأستاذ سيسير وأنت معايا كده. أستاذ سيسير اتفضل. يعني روسيا إيران أجت بجنودها وأتى فيهم النظام السوري كدولة وأيضا أتى بروسيا كدولة، هذا معليش نحن لم نستدعي أحد ولم نستقوي بأحد ولا نريد أحد، لا نريد روسيا ولا إيران ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا تركيا ولا كل الدول العربية حتى. نريد نحن لما خرجنا بالثورة نريد أن نسقط نظام بالسلمية، ونحن كنا ضد موضوع السلاح، هذا واضح. انت عايز تقول يعني ان ما يعني كل الدول يعني الخائن تلعب في سوريا، يعني الخائن من جاب الدول لعنا وعطاها قاعده عسكريه، قواعد عسكريه حتى للميليشيا، ميليشيا حزب الله لها قواعد عسكريه عندنا في سوريا ورافع علمها عليها حتى ميليشيا احزاب. طيب بسرعه دكتور جمال، هو بيقول لك الخائن هو من اعطى قواعد عسكريه للدول الاجنبيه وليس من يؤيد ضربات دول اجنبيه لم نستدعيها اصلا من السوريين. يعني بس انا كون ان انا استدعي دول صديقه تحميني من السقوط ومن تهديد الدوله ومن كان الدوله، هذا حق الدوله، لا يجب استدعاء اي قوات الا بالنظام اللي بيحكم مش بالمعارضه اللي هي بتنفذ اجندات. ثانيا ابحث عن السبب الجوهري يا استاذ وائل. امريكا موجوده فين في سوريا؟ موجوده في الرقه الشمال الشرق اللي فيه الغاز. سوريا بقت ثالث دولة بعد الاكتشافات الطاقة، ثالث دولة في العالم عايزين غاز، طالبين غاز، تركيا طالبة غاز، أمريكا طالبة حصتها من الغاز. لا تنسى يا أستاذ وائل إنه لما الإرهاب اشتغل في الجزائر تم طلب إن هو يوقف الإرهاب، قال له إن أنت فلوسك تتحط في أمريكا وجزء منها يروح فرنسا، وقف الارهاب بعد ما نفذ الاجنده. خليك معايا يا دكتور جمال بس عشان نكمل بعد الفاصل، وهسال الدكتور ملهم وهسمع اجابتك ما يهمش بعد الفاصل. يعني امامك حصيله من النقاشات، هي حتى يعني على المستوى الشعبي هتجد هذه المناقشات، على المستوى النخبوي والسياسي يعني هي نفس الاتهامات. خائن من يقبل باعتداءات أجنبية بهذا الشكل ويرد عليه الآخر، ولكن كل الدول الأجنبية موجودة في سوريا وتلعب فيها. يعني وأين كنتم حينما يتم ضرب السوريين بالكيماوي؟ وهتسمع إنه هذه مسرحية وهذا الجدل يعني. لكن في النهاية توصيفك أنت لهذه الضربات على سوريا، هل هي عدوان وبلطجة ولا هي إنقاذ للسوريين من الكيماوي؟